سلام أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا كتستافدوا من الورشات اللي كيقدموا عليكم منشطي الجمعيات كان يا ما كان. ورجعت لكم اليوم باش نقترح عليكم نصايبوا واحد اللعبة سميتها دومينو. وفي نظركم يا أصدقائي أشنا هي هاد اللعبة؟ يلا بقوا معايا باش نتعرفوا جميع على هاد اللعبة والأدوات اللي غنحتاجوها باش نصايبوا لعبة الدومينو. هي أوراق مقوى، مقص، قلم الرصاص، مسطرة، أو لفوتر. إذن أصدقائي فلعبة الدومينو هي من أصل صيني وهي عبارة على مجموعة من القطع على شكل مستطيل وعددها 28 قطعة، وعادة ما كيلعبها جوج الأشخاص أو ثلاثة أو أربعة. ودابا غنوريكم الطريقة باش غادي نصيبوا هاد اللعبة هذه. أولا كنشدو الأوراق ديال المقوى وكنقطعوها على 28 قطعة، وكل قطعة على شكل مستطيل. من بعد كنشدو كل قطعة وكنقسموها إلى جزئين بواسطة خط في المنتصف، وكل جزء عليه مجموعة من النقاط أو دوائر اللي كتمثل الأرقام. من بين القطع اللي عندنا كناخدو منهم سبعة وكنمثلو عليهم بواسطة النقاط الأعداد 00، 11، 22، 33، 44، 55، و 66. وبالنسبة للقطع المتبقية فكنمثلو عليها هي كذلك باستعمال النقاط الأعداد من 01 إلى 5، 6. وباش يسهل عليكم تكملوا التمثيل ديال هاد النقاط غتلاحظوا المثال اللي في الصورة. ودابا غنتعرفوا على قانون اللعبة. إلا كانوا غادي يلعبوا جوج ديال الناس كل واحد فيهم كنوزعوا عليه سبعة ديال القطع، أما إلا كانوا غادي يلعبوا ثلاثة ولا أربعة ديال الناس غادي نوزعوا عليهم ستة ديال القطع كل واحد فيهم، أما بقية القطع فكنحطوها على الجانب. من بعد ما كل لاعب كيلاحظ القطع اللي عنده فأول واحد كيبدأ اللعبة هو صاحب القطعة اللي كلا الجهتين ديالها ممثل عليها نفس الرقم بشرط يكون أكبر رقم. وباش نحط القطعة مكانها الصحيح من المفروض يكون في أحد أجزائها نفس الرقم اللي موجود في أحد أجزاء القطعة الموجودة في الأرض، وكنوضعو القطعة. وإلا كنا غنوضعو القطعة اللي على الجانبين ديالها نفس الرقم فهذه القطعة كنوضعوها على شكل عمودي كما كتشوفوا في الصورة. وأي لاعب ما عندوش باش يلعب بإمكانه يسحب قطعة من بين القطع اللي موجودة بالجانب وكيلعب. وأول واحد كيوضع جميع القطع اللي عنده فهو الفائز. وهذه هي طريقة باش كنلعبوا. والآن غنقترح عليكم طريقة أخرى للعب. دائما إذا كانوا جوج الأشخاص كنوزعوا عليهم سبعة القطع لكل واحد منهم، والمفروض منهم يرتبوا هاد القطع ترتيب تصاعدي من واحد إلى ستة. في حالة واحد منهم ما كيتوفرش على القطعة اللي كتسمح ليه باللعب بإمكانه يسحب قطعة وكيتسنى الدور ديالو. وصلنا إلى نهاية النشاط، وكنتمنى تكون هاد اللعبة نالت الإعجاب ديالكم وصيبتوها معايا. وإلا كان عندكم أي ملاحظة شاركوها معايا في صفحة جمعية كان يا مكان على الفيسبوك. وسلام عليكم وبقاو في ديوركم باش تحافظوا على سلامتكم وسلامة حبابكم. بسلامة.